السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. هذا الفيديو هذا درته لايف باش خفيف طريف، لأن المسألة هي مسألة مستعجلة، وللأسف أن كاين بزاف ديال الآباء والأمهات ما كيعرفوش ولادهم اش كيديروا في الانترنت. يقدروا تيديروا شي حوايج براءة، ولكن كاينين شي ناس اللي كيستغلوا هذا الشيء ضدهم. وتنهضر هنا سورتو على الفئة المراهقة، وكنهضر كذلك هنا سورتو على البنات اللي كيدخلوا اليوتيوب. دابا واحد شويه هذا قريت واحد الايميل وصلني من عند واحد السيد، وكاينه ابارامون كاينه واحد شي سيده معروفه كدير لي فيديو في يوتيوب، وكدير هذا الشيء ديال التحديات. من خلال القناه ديالها طلبوا منها انها تصور واحد لا فيديو، هذه راه بنت، طلبوا منها انها تصور واحد لا فيديو كتاخذ الفلاقه كضربوها على رجليها. طبيعة الحال السيدة لأنها مراهقة ولأنها ما عرفاش يعني ما عرفاش المخاطر اش كدير، نطت تصور واحد الفيديو كتاخد فيه الفلاقة، زعما تتوري الفان ديالها المتابعين ديالها أنها راه دارت هذاك التحدي. مي في الواقع هادو الناس اللي هما دي بسيكوبات، ناس اللي مرض بالسادية الجنسية ولا ما عرفت كيفاش يسميوها. المهم السيده ما داروا قالوا لها كوم كوا راه ما تيقناكش، هذيك لا فيديو اللي درتيها راه ماشي ما كليتيش العصا غير تتمثلي علينا. نط السيده ثاني دارت فيديو اخر ونشراته في اليوتيوب كتاخذ تاكل الفلاقه. اي على حساب الرساله اللي توصلت بها شي دراري شي ناس بعدا عتقوا الموقف، صيفطوا للسيده قالوا لها ألا لا حيدي هذوك لي فيديو، هذاك الشيء راه اصلا مخالف لقوانين يوتيوب. وبالفعل هو مخالف لقوانين اليوتيوب، لان وحده كتاكل الفلاقه راه ايحاءات جنسيه، كتخدم هذاك الشيء جنسي. كاينين الناس مرض يشدوا لها هذيك لا فيديو. دابا هي راه سوبريمات هذاك الشيء، مي دابا هي كتعرض للتهديد، كيهددوها ناس بان هذيك لي فيديو اللي هذوك لي فيديو اللي صورات وهي كتاكل فيهم الفلاقه غادي نشروهم في مواقع جنسيه. هادشي كله علاش رجع لان السيده ما عرفاش بما ما عرفاش بما راه 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 هادشي كاين. هي دارت هذاك الشيء عن طريق زعما دارتو سبونطاني. فالله يرحم لكم الوالدين الاخوان، ردوا بالكم لولادكم اش كيصوروا واش كيرميو في يوتيوب باش ما يطيحوش في مشاكل. دابا هاد السيده راه فريمون في مشكل خايب، لان هادوك لي فيديو غادي دابا يقدروا يتنشروا في مواقع اباحيه. مي غيتنشروا في مواقع اباحيه هادشي اللي غيوقع دابا. مي والديها دابا ما عارفينش اشنا راه صورات هذاك الشيء، ما عارفينش والديها اش كتحط في يوتيوب. لهذا الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا انكم تواصلوا مع الابناء ديالكم سورتو الا كانوا كيصوروا دي فيديو وكيرموا في يوتيوب. شوفوا ولادكم اش كيرموا في يوتيوب، كنهضر سورتو على البنات باش ما تلقاوش راسكم في النهايه انكم في مواقف محرجه بحال هادي. المهم الاخوان انا راه شاركت معكم اش وقع، الله يجازيكم بخير اللي عنده عائله ولا هذا يبارطاجي مع هاد لا فيديو هادو كومسا باش ما يوقعش باش ما تطيحوش في هاد المشاكل هادو، حيت اونسي جامي هادشي يقدر اي واحد يوقع. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.